وللمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني. بداية وبعد التحية، مر 100 يوم على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، هل تتوقع أن يستطيع المجتمع الدولي وأيضا محكمة العدل الدولية وقف إطلاق النار، وهل ذلك بمثابة اختبار حقيقي لهاتين الجهتين؟ نحن نتمنى أن ينجح المجتمع الدولي في هذا الاختبار، المجتمع الدولي في اختبار حقيقي لمصداقيته ومصداقية القانون الدولي. إذا كان العالم يريد من الشعوب أن تثق بالقانون الدولي وأن تلجأ للقانون الدولي، فعليه أن يبرهن أن للقانون الدولي قوة تنفيذية قادرة على حسم الأمور وقادرة على أن تضع حداً لمعاناة الشعوب بما فيها معاناة الشعب الفلسطيني التي استمرت لمدى أكثر من 100 يوم حتى الآن بطريقة شديدة البشاعة لم تشهد مثلها الإنسانية من قبل. الآن العالم على المحك، القانون الدولي على المحك، محكمة العدل الدولية على المحك، هل ستنجح؟ بحسب القانون الدولي ما تقترفه إسرائيل دولة الاحتلال في قطاع غزة أقل ما يوصف بأنه إبادة جماعية وبأنه حرب إبادة وجرائم حرب حقيقية تقترفها دولة الاحتلال في قطاع غزة. هل سيسكت العالم؟ هل سيسكت القانون الدولي؟ الأمر متعلق الآن أولا من الناحية النظرية بقرار المحكمة، ثم من الناحية العملية متعلق بإمكانية أن يتمكن المجتمع الدولي ومؤسسات إنفاذ القانون الدولي وعلى رأس مجلس الأمن أن تتمكن من ترجمة قرار المحكمة حين يصدر، إذا صدر بإدانة إسرائيل، أن يترجم إلى إجراءات عملية لوقف العدوان وحماية الشعب الفلسطيني، ومن ثم توفير حماية دائمة للشعب الفلسطيني بحسب القانون الدولي. نعم، كيف تقرأ الزيف والأكاذيب التي دائما ما يسوقها الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية وأيضا أمام العالم، ولأي مدى تم فتح هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل؟ هذه الدولة أو هذا الكيان هو أصلا كيان قائم على كذب، قائم على أكذوبة، على أكذوبة مخترعة، أكذوبة مختلقة سوقت للعالم بأن هذه أرض الميعاد وأرض الآباء والأجداد وبأنه لهم حق ووطن قومي، وأكذوبة منذ وعد بلفور وما قبل وعد بلفور. فليس غريبا أن يستمر هذا الكيان وتستمر حكومة الاحتلال وقادة الاحتلال في انتهاج نفس الأسلوب، أسلوب الأكاذيب والاختلاقات والأضاليل التي قامت عليها دولتهم من البداية. الآن هم يمارسون بنفس الطريقة، بنفس المنهج، بنفس المنهجية، منهجية الكذب والتضليل والتزييف ومحاولات خداع الرأي العام. لكن نعم، بخصوص الكذب والتضليل والخداع أمام الرأي العام العالمي، شهدنا يعني المزاعم الإسرائيلية والتي تتحدث عن أن مصر هي من تقف أمام دخول المساعدات من معبر رفح، أنها خالفت الحقيقة إسرائيل ونهجت نهجا ليس له أي أساس من الصحة. كيف ترى يعني هذا الرد الفعل من جانب إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية وهذا التزييف وهذا الافتراء لدور مصر التاريخي ودور مصر في هذه الأزمة الراهنة؟ كما قلت آنفا، هذه دولة قامت على الأكاذيب ولا تزال تمارس الأكاذيب، ولكن أنا بودي هنا أن أؤكد على أنه هذه الأكاذيب لم تعد تنطلي على المجتمع الدولي ولا على الرأي العام الدولي، وهي لا تنطلي أصلا على الشعب الفلسطيني. هم يلقون باللائمة على مصر في حصار قطاع غزة، هذه الحقيقة نحن نعرفها كفلسطينيين، نعرف بالضبط من الذي يحاصر قطاع غزة. تأكيد ليست مصر وليست أي دولة عربية، وإنما دولة الاحتلال. مصر قامت وتقوم بما عليها، تقدم ما تستطيع من تسهيلات ومن مساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تقوم بدورها القومي ودورها الوطني ودورها الأخلاقي ودورها الإنساني، ولكن
كونوا مطمئنين، الشعب الفلسطيني يعرف بالضبط من يحاصره ويعرف دور مصر ويقدر دور مصر ويقدر دور كل دولة تقف مع حقوق الشعب الفلسطيني. هذه الأكاذيب لا تنطلي علينا ولم تعد تنطلي على المجتمع الدولي، ويوما ما في لحظة ما ستسقط هذه الأكاذيب تماما، وسيسقط معها الاحتلال ورواية الاحتلال وحتى وجود الاحتلال الإسرائيلي. نعم، مثلما ذكرت يعني منذ قليل بأن على مرأى ومسمع من العالم ارتكبت إسرائيل بحق فلسطين يعني مجازر وإبادة جماعية يومية، واليوم هو يعني مر أكثر من 100 يوم على العدوان الإسرائيلي بخلاف أساسا الانتهاكات الإسرائيلية ضد قوانين الدولية الإنسانية والحقوق الشرعية الدولية. كيف تقرأ الملجأ؟ ما هو الملجأ للخروج من هذه الأزمة والوصول إلى هدنة تليها تسوية بين إسرائيل وفلسطين ثم اللجوء إلى المفاوضات لإطلاق دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل؟ نحن كفلسطينيين كشعب فلسطيني قبلنا مكرهين بالمناسبة، مكرهين ومضطرين، قبلنا بالشرعية الدولية، الشرعية الدولية لم تكن عادلة معنا. الشرعية الدولية لم تعطينا أكثر من 22% من وطننا التاريخي، لكن قبلنا بذلك. الآن هذه الشرعية الدولية المطلوب تنفيذها. المطلوب كل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة بدءا بقرار 181، قرار 194، ثم القرارات التي تلتها وآخرها قرار 2334 الذي صدر عام 2016 من مجلس الأمن. كل ما نريده هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية. كما قلت في بداية حديثي، العالم على المحك، الشرعية الدولية على المحك، المجتمع الدولي على المحك، مصداقية القانون الدولي على المحك. هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق سلام عادل نسبيا، سلام يحقق الاستقرار النسبي والأمن النسبي. نعم. ولكن مع بقاء الاحتلال لا يمكن أن يكون هناك سلام. نعم. ولا يمكن أن يكون هناك أمن ولا استقرار لأحد. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، شكرا جزيلا لك.